بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أبناء الطلبة في جامعة جابر بن حيان الطبية، مادة الفيزياء الطبية للدكتور أبو ذر المحنة. محاضرتنا اليوم هي الراديشن، الإشعاع. نبدأ بالخصائص النووية، some properties of nuclei. All nuclei are composed of proton and neutron except hydrogen with a single proton. قصدي بها انه جميع النواة تتكون بروتونات ونيترونات عدا الهيدروجين، ذرة الهيدروجين تتكون من بروتون واحد. يعني احنا احتمال يجيك سؤال من الاسئلة اقول لك انه ذرة الهيدروجين تتكون من نيترون وبروتون، راح تقول لي خطأ، انه فقط بروتون، فقط بروتون. اوكي، هاي اولا هذا السؤال احتمال يجيك على الهيدروجين، خلصنا من هذا. نجي للفقرة الثانية، the atomic number Z، العدد الذري equal the number of protons، هو يمثل او يساوي عدد البروتونات. يعني تخلي ببالك انه العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات، اوكي، في النواة. وبعض الاحيان احتمال charge number، العدد المشحون. احتمال يجيك سؤال اذا بالاسئله المقاليه اجيب لك اياها اقول لك لماذا يسمى عدد بروتونات في النواة بالعدد المشحون، يعني charge number، شنو السبب؟ راح تقول لي لانه يحمل شحنه موجبه داخل النواة. اما النيترونات هي متعادله الشحنه. اعيدها، البروتونات، النواة تتكون من، النواة تتكون من نيترون وبروتون. النيترون هو متعادل الشحنه، ما بيشحن، اما البروتون يمثل شحنه موجبه، فلذلك النواه تمثل شحنه موجبه، اوكي، لذلك يسمونه العدد المشحون. ليش؟ لانه هو يمثل شحنه النواه الموجبه، هو عدد البروتونات، وعدد البروتونات هو نفسه يمثل العدد الذري، يمثل العدد الذري. اوكي، هنا كاتب لك هنا the neutron number، يعني ان عدد النيترونات. خلي ببالك هاي مهمه، هاي اللي اريدها منك، انه ان تمثل عدد النيترونات. اما هنا the mass number اي، يعني شنو؟ يعني العدد الكتلي هو يمثل عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. يعني هذا عدد الذري او عدد البروتونات، هذا يمثل عدد النيترونات. نيكليونز، هذا المصطلح نيكليونز، هذا معناه بروتون او نيترون، يعني يمكن نقول عليه نيترون بروتون، يعني مكونات النواة. هذا المصطلح مالته نيوكليونز، مصطلح يعني مكونات النواة بروتون ونيترون. اوكي، ذن الاساسيات اللي همنك. ارجع اقول اعيدها، انه العدد الكتلي يمثل عدد مجموع عدد البروتونات او عدد الذري زد مع عدد النيترونات. اوكي، اما النيترون هو متعادل الشحنه، ما بي. هذا نفرض احنا عندنا عنصر كيميائي وهذا العنصر اسمه اكس، مكان الاي يعني عدد الكتلي، اما جوا هذا الزد العدد الذري او عدد البروتونات. اوكي، اما الاي هو جاي مجموع عدد البروتونات مع عدد النيترونات، وكاتب لك ارثنا كيميكال، يعني كأنما رمز كيميائي، رمز كيميائي، symbol of element. هسه عدى مثال، نقول هسه الألمنيوم العدد الكتلي إلى 27، أما العدد الذري، العدد الذري 13. أوكي، إيش قد عدد النيترونات مالته؟ فأقدر أقول مباشرة 14. ليش؟ لأنه عدد الذري أو عدد البروتونات مع عدد النيترونات هنا المفروض تصير مجموعهن يعطيني 27، فأنا شنو أخلي ويا 13 حتى يصير 27؟ هو 14، أو نقدر نقول 27 ناقص 13 قد يبقى 14، تخليها هنا هو عدد النيترونات. وهنا احتمال أجيب لك إياها بالامتحان، أقول لك مثلا اكتب العدد، اكتب عدد النيترونات الموجود. هذا ترى موضوع موجود بسيط بالثانوية عندكم، هنا كاتب لك أنا 27 ناقصا 13 يساوي 14 نيترونز. هاي بالنسبة ل
للعدد النيترونات والبروتونات. هنا تشارج بالنسبة للشحنة. الشحنة عندي البروتون شحنته موجبة، أما الإلكترون شحنته سالبة. القيمة مالتهن نفس القيمة، 1 × 10^-19 كولوم. أعيدها، شحنة البروتون وشحنة الإلكترون نفس القيمة، لكن الإلكترون سالب والبروتون موجب، أما القيمة مالتهن هي 1 × 10^-19. أما تقول لي شحنة البروتون، أقول لك نفسها سالب. إذا تخليها سالب يقول سالب، تخلي هنا نخلي سالب 1 × 10^-19 كولوم. أوكي، كاتب لك نيترون has on no charge، يعني ما بي شحنة، ما بي شحنة، والشحنة مالته متعادلة، لأن هي عدد بروتونات، هنخليها بروتون زاد إلكترون زاد نيترينو، يعطيني هو انحلال مالت النيترون. إذا نريد نحل النيترون، وهالموضوع أنا ما ذاكر لكم بالتفصيل. نجي هسه للكتلة، للماس. عندي الكتلة، عندي أتوميك ماس يونت، أتوميك ماس يونت معناها وحدة الكتلة الذرية. الرمز مالتها يو، هذا الرمز مالتها. فاحتمال أن أجيب لك إياها بالفراغات، أو أجيب لك إياها صح وخطأ، أو أجيب لك إياها بالاختيارات. أقول لك من تجيك اختيارات وتشوف أنه واحد يو يعني أتوميك ماس يونت وحدتها هي 1 بوينت، أعطيك هذا المقدار، أو أعطيك 1.6 فقط يمكن، أو 1.66 في 10^-27 هاي بالكيلوغرام، بالكيلوغرام. بالاختيارات تختار لي هاي تحفظها. هذا القانون ما أريده منك لا تكتبه، بس هذا القانون مات أينشتاين، مات الطاقة، علاقة الكتلة بالطاقة، الكتلة بالطاقة، يعني الأم هي الكتلة وهي الطاقة. هاي بعدين إن شاء الله يعني الدفعة اللي بعدكم راح تجي نطيهم هذا بالتفصيل. أما هاي اليو كذلك همنا أتوميك ماس يونت. هسا واحد منكم يسأل يقول ليش الدكتور اتخليت لنا قبل شوية هذا المقدار وهذا المقدار؟ هذا المقدار بالكيلوغرام، هذا وحدته بالكيلوغرام. أما هذا وحدته ميجا إلكترون فولت بير فيلوسيتي سكوير، بالنسبة لسرعة الضوء. يعني إلكترون، يعني إحنا تماخذينها بالسالس إلكترون فولت، والتحويل مالته تتذكرون ضربون في 10، هذا المقدار ضربونه 1.6 × 10 كذا، موجود نصا كان عندكم بالسالس العلمي، فما اريد اتوسع بالموضوع، فتخلي اعطيتكم بس الاساسيات. الاساسيات شنو؟ وحدة الكتلة الذرية اذا كانت بالكيلوغرام هاي قيمتها، اما اذا كانت بالميجا الكترون فولت على مربع سرعة الضوء هاي قيمتها. وهاي مرات تتقرب، اجيب لك اياها مو هذا، اجيب لك اياها قبل، اقول لك 931.5 اقربها احتمال. اوكي، هاي في 10^-19، هذا اذا تريد تحول من الكترون فولت الى غير تقدر انت من خلاله، راح تضرب في 10.1 × 10، خلينا نقول هذا عوفه ما لك علاقه بي، هذا تقريبي 1.6 × 10^-19 جول اذا اريد نحولها. وهذا ما اريده من عندك، هذا ما اريد، اريد من عندك فقط، اريد من عندك هذا هسه، واريد من عندك هذا فقط. اوكي، ان شاء الله واضحه هاي. اما ذني للمعلومات انه الكتله بالكيلوغرام بالنسبه للبروتون والنيترون والالكترون، وعندي ذره الهيدروجين، ذرة الهيدروجين، وذني نظائر موجودة، أو هذا الهيليوم والكربون. معلومات أساسية مهمة هاي بالنسبة لكم، بس ما مطلوبة منكم حفظ، ما مطلوبة هذا الجدول، ما مطلوب منكم حفظ. هاي الكتلة بالوحدة الكتلة الذرية أتوميك ماس يونت، وهذا الميجا إلكترون فولت بير فيلوسيتي سكوير يعني مربع سرعة الضوء. هسه وصلنا للراديو اكتيفيتي، راديو اكتيفيتي is the spontaneous emission of radiation، الانبعاث او النشاط الاشعاعي للانبعاث التلقائي، كاشعاع ينبعث انبعاث تلقائي.
اكتشف بواسطة العالمة بيكرام عام 1896، وأجرت مجموعة تجارب، وكانت التجارب المقترحة للنشاط وكانت التجارب المقترحة للنشاط الإشعاعي ومحصلة هو الديكاي، يعني التحلل أو التفكك بالنسبة للنواة، تحلل أو تفكك بالنسبة للنواة، نواة مستقرة أكو وغير مستقرة، وهناك ثلاث يعني مواد مشعة أساسية يمكن من خلالها أو وصلت إلى نتيجة، هذه النتيجة مهمة جدا جدا، هي اللي أريدها من عندك، هذا الكلام الفوق ما أريده منك، منها three type of radiation can be emitted، يعني ثلاث شغلات تبعث أشعة فقط، شن هي؟ هي الألفا والبيتا والجاما. نجي للألفا، حقيقة هو بكلام كثير وعدة الأوراق وبحوث، لكن أنا اختصرتها فقط بهذا الشكل وهذا السطر. أولا تسهيل أمر لكم، ثانيا إن شاء الله ما تنسونها منا لما تخرجون وصيرون أطباء، لا تنسون هذا الموضوع، لأن كل ما الموضوع يقل وتفهمه كل ما أفضل ما يكون الموضوع متشعب رأيي. يعني نأتي إلى بارتيكل، مرات شوف كاتب لك إن هذا بارتيكلز آر هيليوم نيوكليار، شنو قصدي بيها؟ جاي أقول لك إنه هو نوع ذرات الهيليوم. يعني شنو ذرات الهيليوم؟ نعم، يعني كل ذرة بيها 2 بروتونات و2 إلكترونات تمثل ألفا. زين، طاقتها قوية؟ نعم، لها طاقة عالية، لكن نفاذية الاختراق قليلة جدا، يعني ما بيها كمية طاقة، لها كمية طاقة عالية لكن كمية الاختراق مالتها قليلة. يعني شلون يعني من تربيشن لها الاختراق مالتها قليل؟ لو نجيب ورقة بيبر، اي بيبر، بيس بيبر، اي قطعة ورقية راح نخليها ونشوفها ما تخترقها، لكن هل يمكن ان تؤثر على جسم الانسان؟ نعم، لها تأثير كبير على جسم الانسان، بالخصوص اذا صار بها مثلا باللعاب، يعني انا اجيب قطعة مادة مشعة بها الفا واخليها مثلا يم لساني باللسان، هاي احتمال ما يبقى شهر اذا ما صار بي كانسر الانسان. فالله الله يعني بالمواد المشعة بالخصوص الفا، الفا طاقة عالية لكن قابلية اختراق مالتها قليلة، يعني لو انا البس كف، اي كف موجود، يمكن انا اقدر الزم المادة المشعة الالفا، لكن اذا كان عندي جرح بايدي واخليها على الجرح، لا، هاي 100% يصير بي خبيث، الله يشفيكم الشر ويشفينا الشر. اوكي، بخلي ببالكم في الشغلة، خل نعيد لكم الاساسيات مات الفا. الفا اولا لها طاقة عالية، ثانيا موجبة الشحنة، انا حاطك هنا شوفها موجبة الشحنة، تتكون من 2 بروتون و2 الكترون، تتكون من 2 بروتون و2 نيترون، البروتونات يمثل العدد الذري، فدائما احنا شلون قبل شوية قلت لكم هذا السمبل موجود عندي، يعني لو نقول هذا اكس، هنا عدد الكتلي وهنا العدد الذري، العدد الذري وعدد البروتونات، شو بقى هنا عدد النيترونات، ايش قد؟ هذا ناقص هذا يطلع لنا هذا، مو مشكلة. ارجع اقول انه اولا موجبة الشحنة طاقتها عالية، خلونا ببالكم موجبة الشحنة طاقتها عالية، قابلية الاختراق لها البنتريشن لها كلش قليل، يعني ورقة ما تخترق، هاي خلصنا معتها الالفا ان شاء الله واضحة. نأتي الى البيتا، البيتا حقيقة بها تفاصيل كثيرة جدا، لكن اختصرتها لكم انا فقط بهذا. اولا بيتا، نرجع، الفا هي جسيم الفا يكون حجمه كبير، بيتا كذلك جسيم، كاتبين احنا بيتا بارتيكلز، جسيمات بيتا. زين، البيتا بيها بيتا موجبة وبيتا
سالبة. زين البيتا الموجب شنو؟ هو عبارة عن الكترون، بيتا هو عبارة عن الكترون، لكن اكو الكترون موجب والكترون سالب. الالكترونات بالطبيعة ما موجودة موجبة، ما موجودة موجبة سالبة، لكن يمكن تحويلها، احنا نقدر نحولها نسميها انتي الكترون، انتي الكترون او انتي بارتيكل بالنسبة لها. فبهاي الحالة سووها بوزيتيف بوزيتيف الكترون، فسوونا اختصار اسم اسمه الاسم بوزيترون. اعيد هسه صارت واسعة عليكم، اعيدها انه الفا العفو بيتا بيها الكترون سالب والكترون موجب. الالكترون الموجب اسمه بوزيترون، اما السالب اسمه الكترون. هذا اللي تهمكم تخلون ببالكم، بيتا بيها نوعيتين، بيها الكترون هو السالب والبوزيترون هو الموجب. وهنا كاتب لك انا هنا الكترون او بوزيترون. اوكي جسيمات اما سالبة او موجبة. زين البوزيترون هنا هو يمثل انتي بارتيكل، هو جسيم مضاد، يعني لو يلتقي الكترون مع بوزيترون ينفجر ينطيني ضوء، يسمونها اشعة الفناء. فانا ما اريد اعطيكم نتوسع بهذا الموضوع، لكن تخلوها ببالكم ليش يسمونه انتي، يعني مضاد، جسيم مضاد للالكترون. يعني اذا خلينا الكترون وخلينا بوزيترون سوى راح تعطيني اشعة طاقة عبارة عن أشعة جاما تنتهي، وماكو جسيم بعد، جسيم ينتهي يتحول من كتلة إلى طاقة. وهذا الموضوع ما أريده منك، أريدك بس تفهمه. اللي أريده من عندك أنه عندي إلكترون موجب، عندي بوزيترون هو عبارة عن إلكترون موجب، يعني بوزيترون هو موجب والإلكترون هو السالب. هذا اللي أريده منك. زين أجيبك سؤال أقول لك إنها similar to إلكترون and بوزيترون، شو راح تقول لي؟ لا يختلفن. ليش يختلفن؟ يختلفن بالشارج، except it is charge عدا الشحنة. يعني هن صح مشابهات، لكن الشحنة مالتهن تختلف، لكن الشحنة مالتهن تختلف. ناكان بدريشن يعني قدرة الاختراق لها، قدرة الاختراق لها قليلة، يمكن انه توصل الى مليمتر من الالمنيوم. يعني تخترق الورق، نعم تخترق القطع الورقية وتخترق الألمنيوم، قطع يعني بعض السنتيمترات أو المليمترات من الألمنيوم. هذا كل ما بيها بيتا إن شاء الله واضح. بالنسبة لهاي المعادلة، هاي المعادلة ما مطلوبة منك بس راح أشرحها لك حتى تفهمها شن هي. عندي نواد غير مستقرة، فهاي النواد دائما إذا غير مستقرة، اي نواه غير مستقره راح تبعث. شنو معناها غير مستقره؟ اما بها زياده بعدد البروتونات او زياده بعدد النيترونات، فالنواه تكون غير مستقره. فاذا كان بها نقص بالنيترونات، نقص بالنيترونات وزياده بعدد البروتونات، ايش راح تسوي النواه؟ تسوي كابتشر الكترون، يعني تاخذ الكترون من الاغلفه الخارجيه السحبه والدمجه وي بروتون، فصار عندي الكترون وبروتون، راح يسوي لي يعني شحنة سالبة وشحنة موجبة، راح يسوي لي نيترون. يعني النيترون يصير من الكترون وبروتون، نعم يصير. أوكي؟ أما عملية عكسية، مثلا أنا عندي زيادة بعدد النيترونات وعندي نقص عدد البروتونات، راح يسوي النواة بهاي الحالة؟ تفسخ النيترون. فأثناء ما يتفسخ النيترون إيش راح ينطيني؟ راح ينطيني بروتون ويعطيني الكترون وينطيني نيترينو طاقة. اثناء ما التفسيخ راح تطلع عندي طاقه. فبهاي المعادله يقول مثلا عندي اني من الكربون، درجه الكربون عندي نيترون، هاي النيترون انتحلل راح ينطيني بيتا، يعني تحلل بيتا، هنا ينطيني بروتون، راح ينطيني بروتون وينطيني الكترون. يشوف هاي النيترون تحلل، نيترون تحلل، انطاني بروتون وينطيني الكترون، ونفس الوقت يعطيني انتي نيترينو، يعني طاقه، بس الطاقه تختلف، هاي الطاقه اللي انطاها. اذا كان عندي بوزيترون هنا يعطيني نيترينو، اذا كان عندي هنا الكترون راح يعطيني انتي. يعني الانتي وين الانتي ميز ايميج نهائيا، لو هنا انتي الكترون وهنا انتي ما يصير، يعني واحد عكس الثاني. هاي ما مطلوبه منكم معادله، انا حبيت اشرحها لكم وانطيها. وهذا الموضوع ترى كلش متشعب، لكن أنا حاولت أختصره بسبب الظروف الموجودة، أما المحاضرة الموجودة عندي أكبر من هاي بكثير. نأتي الآن إلى الجاما راي.
أشعة جاما. ما هي أشعة جاما؟ شوف احنا قبل شوية تكلمنا وقلنا انه الجسيمات الثلاث او اللي ينبعث أشعة ثلاثة هن بيتا والفا وجاما. الفا وجاما، الفا العفو الفا وبيتا هي جسيمات بارتيكلز، اما جاما عبارة عن اشعة. وهنا مطيكم فد رسم توضيحي انه ثلاثة هن مقارنة بيناته. هنا كاتب لك هنا بيبر ورقة، هنا نوضحها لكم اكثر بالرسم. هنا عندي الفا، الفا هاي ورقة البيبر، اما هنا عندي بيتا، بيتا تخترق الورقة البيبر، تخترق حتى الألمنيوم. جاما عندي تخترق الورقة وتخترق الألمنيوم وتخترق الليد الرصاص. فلذلك جاما عندها إمكانية اختراق هائلة، إمكانية اختراق هائلة. ليش؟ لأن أطوال الموجية مالتها قليلة، صغير طول الموج، لأن هي لو نجحنا على الطيف الكهرومغناطيسي اللي أخذناه سابقا أنه أول ما نبدي من أشعة كوزمتك بعد هي الجاما، بعد الجاما الاكس راي، بعد الاكس راي هو اليوفي، بعد اليوفي الفيزيبل اللي احنا نشوفه، بعدها الاي ار، بعدها وهكذا. طاقتها عاليه، كل ما تكون الطاقه عاليه كل ما يكون الطول الموجي قليل وصغير. هاي كل ما بيها. فانا اريد معكم ان اجيب لك اياها، اقول لك انه هل هو جسيم او فوتون؟ ايش راح تقول لي؟ هو عباره، شوف هاي تعريفه دري، هي عباره عن اشعه، هاي انرجي فوتونز، يعني طاقة عالية من الفوتونات، طاقة عالية. احتمال واحد يسأل عندكم ها، ولها قابلية اختراق عديدة من عدة سنتيمترات من الرصاص تخترق. زين، واحد احتمال يسأل يقول لي استاذ يعني او دكتور انه اكو فرق بين فوتون الضوئي، فوتون جاما؟ نعم، فوتون الضوئي طول الموج مالته عالي ونشاف بالعين، اما الفوتون بالنسبة للجاما أو الأكس راي أو اليوفي يختلف، يعتمد على التردد والطول الموجي مالته. وقلنا التردد معناها طاقة، سابقا قلنا التردد يمثل طاقة. هنا عندي الانحلال النووي، the decay constant، ثابت الانحلال. ثابت الانحلال هو اللمدة، هذا ثابت الانحلال نقدر نقول عليه، وهاي N وعندي N نط. هذا أريد منك هاي المعادلة. نجي هسه واحدة واحدة، نجي اللمدة هو تمثل ثابت الانحلال، ثابت الانحلال، وهذا يحدد حسب الانحلال بالنسبة للزمن. كاتب لك هنا ديكاي بير نيوكلاي بير سكونت بالنسبة لل، اما الان هي عدد شقد المادة انحلت خلال زمن معين. يعني مثلا انا عندي كربون، هذا الكربون انحل من عنده خلال زمن معين، خلينا نقول 300 يوم انحل من عنده. ايش قد بقت الماده ما منحله خلال 300 يوم؟ انا عندي زمن معين 300 يوم الزمن، انحلت من عنده ايش قد بقت؟ خلينا نقول بقت من عنده 25%، هاي 25% هي الان، هي هاي الان. اما الانط لا، هي كميه الماده قبل الانحلال. يعني ايش قد كميه الماده قبل لا انا ابلش ب 300 يوم؟ ايش قد كانت كميه الماده؟ هي 100% مثلا اخليها. فكاتب لك هنا كميه الماده غير منحله عند الزمن صفر، عند الزمن صفر. هنا امر النصف المعادله مالته هاي كلش بسيطه، هاي المعادله الاساسيه وهاي معادله امر النصف، انتم ماخذينها بالسادس العلمي، واعطيكم عليها ان شاء الله امثله. هذا الاشتقاق مات معادله امر النصف بالنسبه لها، الامر النصف كلش ما بيها شيء. هاي خاف ما تعرفها هاي شلون صارت. هنا نضرب الطرفين، نضرب الطرفين. هنا عندي قانون، انه من القانون اللي سابقا اخذناه، انه الان تساوي النط على 2 نصف الزمن. فعوضنا
ومكان الان خلينا ان نط على 2 اوكي. دور اختصارنا الان وين الان بقالي 1 على 2 يساوي اكسبوننشال ماينص لمدا تي للنص. زين نضرب الطرفين في اكسبوننشال مكان اكسبوننشال نضرب في لين. اللين تلغي الاكسبوننشال خلوا بالكم طلاب. يعني اللين من اضرب اللين في اكسبوننشال كانما اختصر مثلا 2 على 2 3 على 3 كانما اختصر، فراح عملية اختصار بين اللين والاكسبوننشال اوكي. فاذا خلينا هنا لين وهنا لين، اللين والاكسبوننشال نضربهن راح يروحن، فش تبقى لي؟ تبقى لين هنا وهنا اكسبوننشال انتهت راحت اوكي. بهاي الحاله راح اضرب الطرفين شوف هسه على 2 حيث ان تي للنص يتمثل الفاصل الزمني الذي يتحلل خلاله نصف عدد معين من نوع الاشعاع. هذا اشتقاق ما مطلوب منك، بس خلنا اقول لكم اعيدها. هذا تي يمثل الفاصل الزمني الذي يتحلل خلاله نصف عدد معين من نواة الإشعاع، وهذا مهم بالنسبة هاي المعادلة مهمة جدا. حقيقة أنا هواي اختصرت بهذا الاشتقاق الموجود، يعني أكو بي بعد هواي شغلات، لكن وما لأن ما قلت لكم مطلوب من عندكم، فلذلك خليت بس التنويه. إذا واحد يريد معلومات بعد كاملة عنه أنا موجودة عندي المحاضرة أنطيها كاملة. وصلنا هسه ديونز الوحدات، وحدات الإشعاع. أنت كطبيب أو صيدلاني تفيدكم هاي الشغلات. أولاً مرات تسمع أنه كيوري، وحدات نووية يقول لك كذا كيوري، شنو معناها؟ معناها مقدار معين من نشاط الإشعاعي. هاي الصورة العالمة هي أو العالمة بالعالم هي هاي كيوري. مقدار معين يعني 1 كيوري تساوي 3.7 في 10 تحلل ديكاي تحلل على الثانية الوحدة. يعني ايش قد يصير تحلل بالثانية الوحدة؟ مقدار ثابت هو الكيوري. واكو بكرل، وحدات البكرل هي تمثل 1 تحلل، يعني تحلل 1 بالثانية الوحدة، تحلل 1 بالثانية الوحدة. هذا المقدار نفسه هو يمثل هذا المقدار 1 كيوري، هاي نفسه يمثل 3.7 بكرل. لاني اريد من عندك اساسيات، لاني مطلوبات للحفظ. هاي اريدها منك وهاي اريدها منك، لاني مطلوبات البكرل والكيوري ايش قد تحلل مالتهن بالثانيه الواحده اوكي. اما هاي العالمة اكتشفت مواد من ضمنهن، من ضمن المواد اللي اكتشفتهن هي الراديوم والبوليونيوم. هاي اكتشفت هاي المواد، هاي المادتين اساسية هي اكتشفتهن. هنا عندي اكو سلاسل مشعة ومهمة الموجودة بالطبيعة، هن ثلاثة يورانيوم أعطيك إياهن أنا هنا والثوريوم. ذني من الأساسيات، واحدة 238 واحدة 235 وهاي 232، ذني أساسيات موجودة. أما هاي المادة هي صناعية، فلذلك أنا أطلب من عندك، أنا كاتب لك إياهن هنا بالأساسيات. هذا المثال مداخل، هذا المثال ما لكم علاقة بي، هذا المثال الإكزامبل الأول بالنسبة ما لك علاقة بي. أكو مثال ثاني هذا ما داخل بالامتحان. السلاسل الطبيعية الموجودة يورانيوم والأكتينيوم والثوريوم، دني أريدهم من عندك احتمال جيبكيان بالفراغات تمي صح وخطأ. أقول لك السلاسل
المشعة الطبيعية الموجودة في الطبيعة هن ثلاثة هاي النشغل. أوكي راح نجي هسه natural radioactivity المواد المشعة الطبيعية ثلاثة هن ذن اللي أريدهم عندك يورانيوم والأكتينيوم والثوريوم ذن الأساسيات السلاسل يعني هذا الحكي كله أريد من عندك ذن الثلاثة أساسيات تحفظهم. هنا مصطلحات مهمة هاي المصطلحات راح نجعل الأكتيفيتي هي معناها أن لكل وحدة زمنية أقوى عدد انحل من الذرات لكل وحدة زمنية يوجد عدد انحلال ويكون هناك تناقص وهذا التناقص تناقص أسي هذا تناقص أسي exponential يعني أسي بالنسبة خلال زمن معين ويحدد النشاط الإشعاعي كنماذج موجودة كالكيوري والبكرون وهذا ما مطلوب منك ما أريد من عندك التعريف مالتك ذني ما أريد من عندك أنا ذكرت سابقا الكيوري بس أريد من عندكم بس الأرقام الأساسية اللي حكينا عليها قبل شوي. موضوع آخر ضرر الإشعاع radiation damage الضرر هنا عندي الإشعاع الممتص يمكن أن يسبب ضرر ودرجة الضرر ونوعه تعتمد على أولا نوع والطاقة يعني شقد عندي نوع الإشعاع ألفا بيتا قاما شنو الإشعاع اللي راح يجي ثانيا طاقة مالته شقد طاقة الإشعاع ثانيا التأثير مالته خصائص المادة يعني المادة هل هي شنو المادة اللي راح تجي مادة رصاص مادة ألمنيوم مادة مثلا شنو المادة فتعتمد على أولا قلنا عليها نوع وطاقة الإشعاع ثانيا properties of material أو metal شنو الفرق يعني خصائص المادة هي شنو هي خصائص المادة ثالثا هنا biological organic يعني قصدي بها أنه الضرر الإشعاعي للكائنات الحية يرجع في المقام الأول أو السبب الأول للتأين ionization effect in cell يعني تأين تأثير في الخلية وكذلك أنه تأثر أو سبب التأين ايش راح يسوي التأين يسبب تعطل في الأداء الخلية يعني التأين يسبب تعطل في أداء الخلية يجيك يا صح أو خطأ هل التأين يسبب تعطل في أداء الخلية خلية كان حي نعم أو يجيك يا ما سبب تأثير الإشعاع في الكائنات الحية هذا ملخص الحكي بالنسبة لكم يا كلية الطب هذا من الأساسيات الموجودة يعني تأثير الإشعاع شنو ملخص الحكي كله من البداية للنهاية تأثير شنو تأثير على الخلية يعني شنو أجت مادة مشعة وطاقة دخلت الجسم شو راح تسوي هذا الأساس مالته هو تأين الأساس مالته تأين هذا التأين اللي راح شو يسوي تعطل في أداء الطبيعي للخلية تعطل في الأداء الطبيعي للخلية يعني هاد خليها ببالك منها لما تخرج تأثير الإشعاع شو راح يأثر على الخلية يخلي أو يسبب تعطل في الأداء الطبيعي للخلية مثل ما قلت لك أنا أخو شغلات مرات واحد يطير أربع أوراق خمسة أوراق جاي يعطيك إياها بسطرين مهمة جدا شنو تأثير الإشعاع هو تعطل في أداء الطبيعي للخلية زين هنا هذا مثال كلش بسيط كاتب لك هنا ما هو عمر النصف للعنصر X أوكي. إذا استغرق التحلل 36 يوم من 50 غرام إلى 12.5 غرام هذا أبسط مثال موجود حقا شفته لكم أبسط مثال موجود
راح أعيده نجي عدد التكرار. أنا إيش قد عدي؟ عدي 50 غرام. إيش قد صار؟ 12.5 غرام. خلنا نجي عليها نص نص، نمشي عليه من 50 إلى 25 مرة، صار نص، قسمناه بالنص. هاي عدد التكرارات، هاي صار عدد واحد. زين، هاي صار عدد مرة واحدة، قسمناه بالنص من 50 غرام إلى 25 غرام. زين، من 25 غرام إلى 12.5 غرام هم قسمناه بالنص، كم مرة صار عملية التكرار عندي بالعمر النصف؟ 2. أعيدها من 50 25، هاي صار مرة عدد التكرار، ومن 25 إلى 12.5 مرة جو صار مرتين، فعدد التكرار اللي عندي مرتين حتى وصلنا العمر النصف مالته جو صار 12.5. هاي طريقة، أو أنا شارحك إياها هنا، شارحك إياها قايل لك هنا عندي 50 غرام اتحلل وصل إلى شقد 12.5، عمر النصف مالته خلال 36 يوم، منطيني زمن الكلي شقد نحتاج، فمنطيك إياها 18. شلون طلعت 18 يوم؟ هنا راح أعيد لك إياها بقانون، أقول لك الزمن الكلي اللي عندي شقد، الزمن الكلي هو 36 يوم. زين، عدد مرات ال خلينا نقول التكرار اللي صار، يعني انقسامات مالته للنص من 50 إلى 25 قسم نص، دور من 25 إلى 12.5 صار مرتين، عدد الانقسامات الموجودة عندي إيش قد؟ 2، وصار 36 على 2 يساوي 18. إن شاء الله واضحة. هاي بالنسبة لعمر النصف بالنسبة للكتل. نا عندي هسه راديشن ثيرابي، العلاج الإشعاعي، شنو فائدته؟ هم لخصت لكم ثلاث نقاط. حقيقة هو ثيرابي هواي شغل وهاي كلام. هنا يسبب الإشعاع الضرر في معظم الخلايا المنقسمة، يعني الخلايا المريضة أو الخلايا التعبانة أو الخلايا المصابة، يعني راح تموت بسبب الإشعاع. يعني يسبب الإشعاع ضرر أو تلف في الخلايا المنقسمة. ثانيا، تستخدم هنا، يستخدم دائما، يستخدم لذلك يستخدم في علاج الخلايا السرطانية treatment. يعني شنو؟ يعني دائما احنا شلون نشتغل كباحث الخلايا السرطانية؟ انه تكون ضعيفة جدا جدا جدا، مو توقع انه الخلية السرطانية تكون قوية، فلذلك اي كمية اشعاع تجيها راح تقتل الخلية السرطانية، اما الخلية الاحتيادية راح تضعف، ولكن بعد مرور الوقت ترجع نشاطها من جديد. وكذلك حفظ الأغذية، الأغذية مرات يخلونها يسلطون عليها أشعة، فبعد لا ميكروبات تجي ولا أشياء عليها. وثالثا أنه مرات الطاقة العالية بالنسبة للراديشين فتقتل البكتيريا والعفن. ليش؟ لذلك احنا قلنا تحفظ الأغذية هي يعني، وهاي بها أسباب ترى تأثر، هما بها تأثيرات. لهنا انتهت محاضرتنا، لهنا أنا هذا نفسه عدت على نفس المعيودات، يعني صار أكبر. إن شاء الله استفادتوا من هاي المحاضرة، هي محاضرة ملخص.